طيب كمل. قلنا خلاص الإف الأخيرة، ننهي الإف الأخيرة اللي هي حتصير إنت إف. طيب أوكي أجي، وكتبنا إلس أنهيها بإنت إف اللي هي دي كده مع بعض، واللي لازم تسوي لها إنت إف، هذه إنت الإف تبعها لها كانت اللي هي ان، و else باقي لها اند اف، وعندنا البرنامج الأساسي هيكون اند. فكيها لو انت تشوفي اف داخل اف داخل اف داخل اف، بس لو تيجي تفكري كذا احنا ايش نسيب؟ نسيب مسافات، هذه الاندنتيشن. قلنا الاندنتيشن هي اللي تبين لي الهايراركي، فاكرين كلمة هايراركي يعني الهرمية، يعني حاجة داخلها شيء داخلها شيء داخلها شيء، ففي تسلسل كذا، في هرمية في الموضوع. طب لو سألتك سؤال، هذه الرسمة هي هل هي سيكونس، هل هي ديسيجن؟ مع السيكونس هي ما هي متسلسلة، هي كل بعد شوية جالسة تتفرع، ترو ولا فولس، ترو ولا فولس، ترو ولا فولس، هنا ترو ولا فولس، فهذه decision. طب لو سألتك كمان نفس السؤال، هل السودو كود هذا decision ولا looping ولا sequence، هتقولي decision. ليش؟ عشان فيه له f f f f كل شوية في f. طيب خلصنا 6، نكمل 7. نقول عندنا ارسمي flow chart سودو كود، تريد 3 integers، عندك 3 integers، determine which has greater value and then print this value if it is even. نفهم السؤال مظبوط؟ قال لك غير القلم، ابغاك تقري read، يعني حناخد input من اليوزر 3 integer، عرفنا يعني ايش integer اللي هو عدد صحيح، حناخد a و b و c، وباقي بعدها تحددي which has a greater value، مين فيهم الاكبر، يعني مثلا ال A ب5 وال B ب10 وال C ب15، مين أكبر شيء؟ ال C، صح؟ طيب بعدين قال لك print this value، وباقي تطبعي ال15 في حالة واحدة if it is even، تشيكي هل ال15 عدد زوجي؟ كيف قلنا نشيك؟ نفس الحركة، 15 قسمة 2، الباقي كم؟ باقي القسمة، لو قسمنا 15 على 2 هنقول هنا 7 في 2 ب14، الباقي 1، إذا الباقي لا يساوي الصفر، إذا 15 ما هي عدد زوجي، هل حتنطبع؟ لا ما حتنطبع. فهمنا السؤال؟ أرجع وأعيد السؤال، إذا فهمتيه أنت كده فاهمة نص الجواب. نرسم، نبدأ flow chart start، نجي نقول له read، read إيش؟ A و B و C. طيب أنا قريت الـ A والـ B والـ C، بعدها إيش حسوي؟ أبغى أشوف مين أكبر، فأول حاجة ببدأ بالـ A، هقول هل الـ A أكبر من الـ B؟ and الـ B sorry الـ A أكبر من الـ C؟ هنا أنا سألت سؤال، أبغى أعرف هل الـ A هي الكبيرة؟ يعني هل الـ A أكبر من الـ B والـ C؟ طيب إذا راح للترو، هنا في حاجة ما كتبتها، بعد ما أعرف اللي أكتب الريد هقول له في متغير اسمه ماكس بيساوي الـ A، ماكس يعني القيمة الأعلى، خلينا أقول يساوي صفر، هعرف متغير اسمه ماكس، هذا الماكس بسوي صفر. خليني أقول للـ A والـ B والـ C، خليني أعتبرهم كأنهم في السباق، وأقول لهم الرقم الكبير اللي حيفوز راح أحطه في الماكس، راح أحط مكانه في الماكس، راح أعلن إن الماكس هو الـ C، خلاص؟ دحين طيب الماكس كم يساوي؟ أقول لك مبدئياً الماكس دحين صفر فاضي ما في ولا شيء، اللي يفوز من الـ A والـ B والـ C هو حيجي في مكان الماكس. طيب حنيجي نسأل أول سؤال، هل الـ A أكبر من الـ B؟ إذا هذا ترو، and هل الـ A أكبر من الـ C؟ إذا من اللي حيفوز في هذه الحالة؟ الماكس يساوي الـ A، الـ A حتفوز في حالة الترو. طيب في حالة الفولس هسأل سؤال ثاني،
هقول هل ال B أكبر من ال A and ال B أكبر من ال C؟ في هذه الحالة مين يفوز إذا true؟ هنقول لي ماكس بيساوي ال B. طب في حالة ال false هيكون الماكس بيساوي ال C، صح؟ يعني هنا إذا ما كان ال A أكبر ولا كان ال B أكبر، false هنا false وهنا false، إذا مين الأكبر؟ الأكبر ال C. طيب هذه كلهم بعدين أجمعهم كده. الحين أنا خلصت التحقيق الأول، إنه مثلا هنا في السؤال قال لي أول شيء شوفي مين أكبر، خلاص عرفت مين أكبر، طلعت الأكبر. إيش أبغى أسوي لهم؟ أبغى أسوي لهم مين عدد، هل الأكبر عدد زوجي ولا لا؟ إذا حدخل حسأل السؤال اللي هو هل الماكس مود 2 equal 0، هل الماكس زوجي؟ إذا true إيش يصير، وإذا false إيش يصير؟ إذا true حطبع print الماكس، حطبع اللي هو يا A يا B يا C اللي يطلع معايا، وإذا false هقول له print max طبعا بين quotation not even، يعني العدد الكبير ال greater number ليس عدد زوجي. وكذا خلاص انتهى البرنامج. فين اكتب انت؟ بس فين اكتبها؟ وقت عليا. خلاص هنا اكتب انت. طيب في هذه الحالة الحين انا سويت في البرنامج كله، عندي اشيك مرتين، اشيك التشيك الاول مين اكبر، والتشيك الثاني هل العدد الكبير هل هو زوجي ولا لا. طيب اجي اكمل كيف اسوي السودو كود. في هذه الحالة نحول الستارت تصير بروجرام. انا بالنسبة لي اشوف السودو كود اسهل من الفلو شارت، لانه الفلو شارت اذا عندك خلاص سهل انك تحولي الى السودو كود. طيب بروجرام اللي هو ماكس، اسمه ماكس نقطتين read ال A B وال C. طيب في هذه الحالة كيف أحول هذا المستطيل إلى سودو كود؟ إذا فاكرين نقول set، يعني نكتب set يعني نكتب initialize اللي هو الماكس to zero. خلاص بدل نكتب ال F حقتنا اللي هي هل ال A أكبر من ال B and ال B ال A أكبر من ال C، في هذه الحالة الماكس يساوي A. else إيش عندي داخل ال else؟ عندي داخل ال else F جديدة، هل ال B أكبر من ال A and ال B أكبر من ال C، في هذه الحالة max تساوي B. else الmax تساوي ال C. طيب في هذه الحالة خلاص أنا خلصت هذه ال F، أكتب int F. أنا خلصت هذه ال F. طب ال F اللي قبلها عندي F و else int F، يعني أنا خلص هذه الجزئية، بقي لي الإف الثانية. صغرها. طيب بقي لي الإف الثانية. كمل الإف الثانية. غير القلم. نقول الإف اللي هي هذه. إف الماكس مود الاثنين equal zero. في حالة true print اللي هو print max، معلش على الخط، else print
print بين قوسين أو بين quotation not even. بعدين أقول end الf، هذه خلصت. بعدين أكمل البرنامج اللي هو الإند. خلاص هذه الإند حقت البروجرام، يبدأ هذه الإند حقتها. وسألتك سؤال السودو كود هذا إيش نوعه، حتقولي لي نوعه decision لأنه بس في كلمات الإف. وإيش نوع الفلو شارت هذه الرسمة إيش نوعها، حتقولي برضو decision بس فيها اللي هي true false true true false، ما هي تسلسلية ولا هي بتطلع على فوق. طيب السؤال الثامن نكمل، نقول draw flow chart write pseudocode to print تطبعي numbers divisible by 5، يعني أرقام يبغى أرقام عدة أرقام. إذن هنا في إيه حنشوف، في إيش في looping divisible by 5 يعني تقبل قسمة على 5 for the integers from 0 to 1 to 90 from 1 to 90 to 99. طيب هنا إيش أعطاكي؟ أعطاكي مجال يبغى الأرقام من 1 إلى 99، كل بعد شوية يبغاك تروح تشيكي هل الواحد تقبل على 5، بعدين تروح على 2 هل تقبل على 5، بعدين 3 هل تقبل على 5، ويلا شيك على كل الأرقام من بدايتها 1 تنتهي عند 99. بمجرد في السؤال ما يعطيكي مجال أو مثلا عدة أرقام وتعرف بدايتها وتعرف نهايتها، على طول حتسوي زي كذا. مثلا هذه الآي تقولي الآي بيساوي 1 اللي هو اللي هنا أول واحد، أوكي. بعدين تقولي هل الآي أصغر أو تساوي 99، لأنه إيش تبغي؟ تبغي يروح يشيك يشيك يشيك، يبدأ من الواحد ويشيك ويشيك وكل بعد شوية تزودي. يعني نبدأ واحد وننزل كذا نقول مثلا اثنين، أرجع أشيك هل الاثنين أصغر أو تساوي 99، إذا لا ولا لا ولا يا ترو يا فولس في هذه الحالة كمان حزود. طيب عشان ما لخبطكم أشرح أنا على الرسمة أحسن. طيب أول حاجة حنقول start، تمام. حاخذ حقول له أعطيني عداد أو خليني أسوي عداد اسمه I، أقول ابدأ من كم؟ من 1. هذا العداد إيش أقصد به؟ أنا هنا أبدأ من 1 إلى 99، العداد حقي يبدأ 1 يروح ينقز 2 يروح ينقز 3، كل بقى شوي العداد حقي أزوده. فأجي أسأل سؤال هقول له هل الآي أصغر، هذه مو كذا أصغر أحسن، هسأل سؤال هل الآي أصغر أو تساوي 99، عندي ترو وعندي فولس. في حالة الترو أوكي أصغر، هسأل سؤال ثاني هقول له هل الآي مود 5 إيكوال إيكوال 0. كيف تعرفي؟ كيف نطلع هذه العملية؟ كيف نعرف إذا العدد يقبل القسمة على 5؟ أي عدد إذا انقسم على 5 باقي القسمة 0، يعني هو يقبل القسمة على 5. نجرب 3 قسمة 5، 0 × 5 × 0 والباقي 3، إذا الباقي 3 هذا لا يقبل القسمة على 5. طيب 5 قسمة 5، 1 × 5 × 5 والباقي 0، إذا الباقي 0، إذا هذا يقبل القسمة على 5. نفس حقة الـ even والـ odd، حاجي هنا true وحاجي هنا فولس. هقول له في حالة الترو ايش اباك تسوي؟ اباك تطبع لي برنت الاي اللي هو العدد اللي يقبل القسمة على 5 وفي نفس الوقت هو في هذا المجال. طب في حالة الفولس ايش اباك تسوي لي؟ اباك تروح تسوي تروح للرقم اللي بعده، هتقول الاي تساوي اي زايد 1، تمام. قلنا في حالة الفولس أو في حالة الترو كلها لازم يتزود، يعني الترو يروح هنا وكمان الفولس يجي هنا. ليش لازم أزود؟ إيش أقصد بلازم أزود؟ أنا حشيك على الواحد، الواحد تقبل ولا ما تقبل، لازم أروح للفقرة اللي بعدها. الاثنين إذا تقبل على 5 ولا ما تقبل، لازم أروح للي بعدها، يعني لازم أزود كل بشوية، لازم أنط نطة لازم، أوكي. عشان كذا هذول الاثنين يروحوا الفقرة اللي بعدها. طيب كيف أشيك؟ أطلع مرة ثانية فوق حشيك. إذا من السهم هذا اللي طالع على فوق أعرف إنه أنا عندي الرسمة looping، يمديني أرسمه بهذه الطريقة ويمديني أسهل على نفسي وأطلعه من هنا، أوكي.
خليها كذا على تحت أحلى. طيب ويقعد يدور 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 لين يطلع إنه الرقم 100 وحيخرج من البرنامج أنت. تمام. طب خلينا ناخد كذا نشيك مع بعض كيف إذا جينا بنحلها. هندخل الآي بتساوي 1، حيجي نقول لي هل الآي أصغر من هل الواحد أصغر من 99، حروح انترو، حاجي أقول له هل الواحد تقسيم الخمسة باقي القسمة صفر، هيقول لي فولس، لا الواحد ما تقبل القسمة على خمسة، إذا فولس، حاجي أقول له روح للي بعده، الآية الجديدة بتساوي 1 زائد 1، هنشيل الواحد هنكتب 2، هطلع بالاثنين، أقول له هل الاثنين أصغر من 99، هقول له ترو، أجي هنا هل تقبل القسمة على خمسة، فولس، أجي كده من الفولس، زود لي على الاثنين 1، هيقول لي 3، وأطلع بالثلاثة، ويلا والأربع والخمسة لين 99، أشيك هل 99 تساوي 99، ترو، أنزل، تقبل القسمة على صفر، على خمسة، لا، فولس، أجي، يقول لي زودي عليها 1 هتصير 100، أطلع بالمية، أسأل هل 100 أصغر من 99، فولس، أجي، انتهى البرنامج. فهمنا الفكرة؟ طيب نكمل، أو خلينا أرسم السودو كود. السودو كود مرة سهل، أكتب program اسمه div 5 divisible by 5، عرفت هنا set، يا إما أكتب set يا إما أكتب إيش initialize set ال i to 1، بعدين عندي هنا إيش، أوه كيف كذا راحت الرسمة دي، ما دام عندي سهم داخل للاف هذه او الديسيجن، اذا هذه الرسمه حتصير وايل. تمام، ما دام في سهم طالع، او خلينا نقول كمان ما دام في سهم راجع، اذا في هذه الحاله انا عندي وايل، اوكي، while ال i أصغر أو تساوي 99، في هذه الحالة، في حالة الترو، في حالة الترو شو واجهني؟ واجهني f، ليش f؟ لأنه هذا المعين ما له رجعة، ما له سهم راجع له، فحقول while أكتب أسوي مسافة وأكتب f، ال f إيش هي؟ ال i مود الخمسة equal equal zero في حالة ترو print، اوكي في حالة ترو برنت الاي، في حالة الفولس هذا المستطيل في حال في الحالتين صح، في الترو وفي الفولس، اذا انا اقفل في هذه الحالة الاف انت اف، اقفل الاف ما عندي إلس، لانه هذا المستطيل للحالتين للترو والفولس، بعدها اكتب الاي تساوي اي زائد 1، خلاص، بعدين عندي اللي هو انت وايل end while، وبعدين عندي ال end الكبيرة حقت البرنامج، توقع كذا مفهوم. إيش نوع الرسمة؟ نوعها pre test looping. ليش pre test؟ لأنه عندي المعين قبل التست، الاختبار قبل العملية، العملية هنا عندي جمع، الاختبار قبل، طبعا احنا نشوف فين السهم، بداية هنا طالع لي الاختبار، الاختبار بعدين عملية، اذا بري تيست من السودو كود، كيف تعرف انه بري تيست؟ من كلمة وايل. طيب نشوف السؤال اللي بعده، اللي هو draw flow chart and write pseudo code to read positive integer، عندك رقم موجب positive أيوة integer عدد صحيح، then calculate and print its factorial. طيب السؤال هنا كيف نحسب الفاكتوريال؟ يعني إيش فاكتوريال؟ اللي هو مضروب العدد، يعني مثلا أقول لك فاكتوريال 3، إذا فاكرين تيجي كده علامة التعجب، يعني 3 × 2 × 1، هذا المضروب لعدد اليوزر يعطيك هو. طيب نقول start، حاجة هنا في البداية أقول له أول حاجة
اقرا الرقم من اليوزر read الx، بعد كذا عين متغير اسمه fact عشان تخزن فيه، يعني هنا 3 في 2 في 1، فين اخزنه؟ خزني في متغير اسمه fact النتيجة. اذا النتيجة بحطها هنا fact، خليها اول شيء في البداية تساوي 1، تمام. بعدين اجي اقول هل الاكس اكبر او تساوي 1، لاني كل بعد شوية ابغى اشيك على 3، بعدين انقص واشيك على اللي بعده 2، بعدين اشيك لين اوصل للواحد، اوقف عند الواحد مو عند الصفر. لو عند الصفر اذا ضربت الاعداد هذه كلها في الصفر الناتج يصير صفر، فاوقف عند الواحد. حسأل سؤال، اذا هذا والله اكبر ترو، اذا في هذه الحالة خلي لي الفاكت القديمة في اكس تساوي الفاكت الجديدة. بعدها حنقول انه x بتساوي x ناقص 1، بعدين حيطلع. طيب في حالة الفولس اقول له اطبع لي print، اطبع لي خلاص المضروب print الفاكت وانتهي البرنامج. طيب نشرح مع بعض عشان نستوعب الفكرة. نقول هنا 3 في 2 في 1، طيب مع بعض دخلنا قلنا أقرأ الثلاثة، أتوقعي إنه أو أفترض إنه اليوزر دخل الإكس بيساوي 3، خلينا نقول الإكس بيساوي 3، وقلنا عندنا الفاكت بيساوي 1. حاجي هنا أقول الإكس هل الثلاثة أكبر من الواحد؟ ترو. جيت هنا قلت ترو. طيب الفاكت أضربي لي الفاكت الموجودة في إكس، كم الفاكت؟ 1 في إكس في 3، 1 في 3 يساوي 3، إذا فاكت الجديدة بتساوي 3، خلاص؟ طيب جينا هنا قال لي الإكس القديمة نقصي منها 1، كم القديمة؟ 3، نقصي منها 1 حتصير كم؟ 2، ويلا نطلع بالإثنين، طلعنا، سألته هل الإثنين أكبر أو يساوي 1؟ إذا ترو، جيت هنا ترو، حيقول لي فاكت القديمة أضربيها في إكس، 3 في 2 كم يساوي؟ ب6، وخزنيها في الفاكت، إذا فاكت الجديدة تساوي 6 مو 3، خلاص؟ لأني أنا هنا ضربت 3 في 2. طيب طلعت بال، جيت هنا قال لي الإكس القديمة نقصي منها 1، كانت 2 حتصير 1، أطلع بالواحد، حسأل هل الواحد أكبر أو يساوي 1؟ ترو، اضربي لي الفاكت في الإكس، 6 في 1 بتساوي 6، خلاص؟ بعدين جيت هنا قال لي إكس القديمة نقصي منها 1، الإكس بواحد صار بصفر، أطلع بالصفر، حسأله سؤال هل الصفر أكبر أو يساوي 1؟ لا. جيت هنا عند الفولس هيقول لي اطبع الفاكت، كم الفاكت؟ 6. اذا هنا طبعت، هنا قال لك برينت الفاكتوريال، الناتج what is the output of هذه الرسمه حيكون 6، خلاص. لو نيجي نحسب مضروب الثلاثة، 3 في 2 في 1 يساوي 6، بعدين انتهي البرنامج. يعني لو سالك سؤال في الاختبار what is، جاب لك كذا رسمه في الاختبار، حيجيك رسمة وحيقول لك إيش هي المخرجات من هذه الرسمة. لو جاك سؤال في الاختبار suppose، في الاختبار كيف يجيبوا الأسئلة، suppose الx equal 3 what is the output، إيش حتسوي؟ حتسوي tracing. في هذه الحالة حتسوي tracing. ليش أسوي tracing؟ عشان أنت الرسمة عندك موجودة، أنت بس تسوي تتبع، هتقولي الx بثلاثة الفاكت بواحد، ندخل الx بتساوي أكبر من أو تساوي 1 ترو، أجي هنا هقول الفاكت اللي هو 1 في x يعني 1 في 3، وأطلع أنقص صير 2 وأطلع، ويلا احسبي لما تشوف البرنت إيش في برنت، في مثلا 6، إذا الـ output of this program equal 6، حيكون من ضمن خيارات مثلا 6 3 2 1، أوكي. طيب خلصنا من الفلو شارت، يلا نسوي السودو كود. كيف السودو كود؟ اللي هو بروجرام، خلاص نسميه فاكت نقطتين او فاكتوريال نقطتين، نقول اريد الاكس، بعدين ست الفاكت تو 1، بعدين عندك هنا ايش؟ وايل، تمام، وايل الإكس أكبر أو تساوي 1 نقط الفاكت
يساوي فاكت في اكس، بعدين عندك الاكس بتساوي اكس ناقص واحد، تمام، اكس ناقص واحد، بعدين عندنا اللي هو اند وايل، اند وايل هذه كلها مع بعض، بعد الاند وايل عندك برنت اللي هو الفاكت، بعدين انت البرنامج كامل. بس طيب هذه الرسمة ايش نوعها، او هذا السودو كود ايش نوعه؟ بري تيست لوبينج. كيف عرفت؟ من كلمة ايش؟ من كلمة وايل. وهذه الرسمة ايش نوعها؟ نوعها لوبينج. من يوم ما تشوف الطلعة هذه السهم الطالع هتعرف انه لوبينج. بس ايش نوع اللوبينج؟ شيكي فين الشرط، الشرط هنا، فين العملية؟ العملية هنا. إذا من أول الشرط أول pretest، نختبر قبل العملية pretest looping، pretest looping. أوكي، آخر سؤال اللي هو يقول لك draw a flowchart to pseudo code to calculate following serial، يباك تحسبي مجموع الأعداد اللي هي 1 3 5 7 9 إلى 159. طيب أول حاجة تعرف أنت كم، من فين بدأتي؟ بدأتي من الواحد. من فين انتهيتي؟ من 159. خلاص عندك 1 إلى 159. طيب أنا كل بعد شوية يبغاك تجمعي العدد اللي بعده، العدد اللي بعده كم تنقزي؟ تنقزي خطوتين، يعني أنت 1 2 3 خطوتين، 3 4 5. كل بعد شوية أنا جالسة أزود خطوتين، صح؟ طيب هذه الحالة إيش هسوي؟ مدام انتي عارفة البداية وعارفة النهاية مرة سهل ترسمي الرسمة. نقول start في بيضاوي، بعدين نقول له عيل لي، هسوي زي كده، هقول له مستطيل i تساوي، اوكي i تساوي واحد. ليش انا حبدأ من الواحد؟ العداد، هذا الاي اللي هي العداد حقي. طبعا انا عندي عداد اللي هو كل بشوية جالس يزود لي هو نقطتين نقطتين نقطتين، بس انا اساسا ابغى المجموع، يبغى المجموع صح؟ فيعني أقول له السم يساوي كم؟ إذا أنا عيل له هنا السم في البداية بقول له يساوي صفر. كل ما تزود مثلا واحد زائد ثلاثة خزن هنا أربعة، زودت على الأربعة خمسة حيصير تسعة، زودت على التسعة سبعة حيصير 16. كل بشوية زود هنا وخزنه في السم، تمام؟ عشان كده خليته بصفر. طيب أنزل هنا وأقول هل الآي أصغر أو تساوي 159؟ إذا ترو في هذه الحالة إيش أباك تسوي؟ أباك تجمع لي السم يساوي السم، أوكي، زايد الآي. وقديش نزود؟ نزود الآي القديمة تساوي الآي الجديدة تساوي الآي القديمة زايد 2، لأني كل بعد شوية جالسة أنقز نقزتين وأطلع ولوبينج يتكرر 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 لين أخلص. أقول له اطبع، آخر شيء اطبع print sum، اطبع المجموع وينتهي البرنامج. أوكي، كيف أكتب السودو كود program اللي هو السم نقطتين set الآي to one، set السم to zero، بعدين عندك هنا while، اوكي while الاي اصغر او تساوي 159، هنا عندك السم تساوي السم زائد الاي، وعندك الاي تساوي الاي زائد 2، بعدين عندنا الانت while، بعدين عندك هنا print السم، وآخر حاجة انت البرنامج. هنا انت الوايل قفلناها، وهنا انت البرنامج. ايش نوع الرسمة؟ ايش نوع الرسمة هذه اللي عندي؟ عندك السهم طالع، مدام انه السهم طالع اذا هذا loop. ايش نوع اللوب؟ looping. إيش نوعه؟ هنا التست وهنا الزيادة، يعني التست قبل، فهو pre test looping.
إيش نوع اللوبينج من السودو كود؟ كلمة واي الموجودة يعني هذا pre-test looping. تمام؟ طب كده خلصنا الواجب.